أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مملكة البحرين ماضية في طريقها نحو المحافظة على الموروث الشعبي بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باعتباره يمثل جزءا مهما من تاريخ البحرين ومحطة من محطات مجدها التليد مؤكدا أهمية تقديم المبادرات الرائدة التي تساهم في المحافظة على الموروث الشعبي لمملكة البحرين والعمل بصورة تكاملية أكبر وبطريقة صحيحة نحو ربط الأجيال الحالية وأجيال المستقبل بتراث الآباء والأجداد. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لطاقم عمل برنامج السرية بحضور سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير الإعلام وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في حديثه مع طاقم البرنامج: يعتبر الموروث الشعبي جزءا مهما من تاريخ البحرين وقد ارتبطت به ثقافة أهل البحرين منذ القدم، كما أن الموروث الشعبي يمثل منبت الهوية الوطنية ويبعث على تعزيز قيم الولاء والانتماء لمملكة البحرين. لذا فقد حرصنا على دعم برامج ومبادرات الموروث الشعبي لتشكل جسرا من جسور التواصل بين أجيال الماضي والحاضر وأجيال المستقبل لينتقل لهم الموروث الشعبي البحريني بصورة صحيحة ويتفاكر في تراث البحرين القديم. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الموروث الشعبي لمملكة البحرين وتوثيقه من خلال تعليم جيل الشباب لما هي الموروث الشعبي وبأهميته بالنسبة للبحرين، والعمل على تشجيعهم من أجل تعلم فنون الموروث الشعبي ومعرفة تاريخه وتكوينه والانخراط فيه باعتباره جوهر لهويتنا الوطنية. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الإعلام شريك أساسي في ترسيخ هوية الموروث الشعبي لمملكة البحرين، وهو الأمر الذي اتضح من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها طاقم الفريق والذي كان له الدور الأساسي في نجاح البرنامج وجعله من البرامج التلفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا ومتابعة جماهيرية متميزة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره لطاقم الفريق والجهات الرسمية والخاصة التي ساهمت في نجاح البرنامج والوصول إلى الأهداف التي وجد من أجلها في تعزيز هوية الموروث الشعبي البحريني.